السلام عليكم الدستور، وكانت الدستور على اليوتيوب مع هذا الفيديو عنوان هجمات الحيوانات على السيارات. قام بالفيديو عودك تشترك بالقناة واضغط لايك ولا ننزل الفيديو. بدأنا الفيديو، بدأنا بالأسد. الأسد يعني الأسود ديت بتكون دي حيوان مثل العربات دي بتخش في مناطق برية أو يعني الحيوانات، بس إيه بتكون إيه ما فحرس وكده. شوف شوف العربية، شوف الأسد راح فين على العربية جدين أو محمية، يكون محمية حيوانات أو محمية أسود. شوف الأسد كان دلوقتي ممكن يعدوا بس هو قفل بسرعة. طبعا ما تلاقي أسد كل العربيات بتقف. شوف بقى مستنيه الأسد، أصلا مستنيه وينزل بالعربية ممكن ينتهموا على طول. إذا مررت بالقرب من منطقة هذه المفترسات تأكد من الأبواب جيدا. بصوا عايز افتح الباب زي، شوف بقى الفيل. الفيل بقى ايه عايز بقى ايه يجي عربية. الفيل مرة ضخم، شوف جا على العربية ازاي، طلع فيها طلع فوق العربية عايز يركب العربية الفيل. يعني شوف دي بقى الجواناس اللي ممكن يحصل. طبعا بينزل على طول. الفيل برضو ايه بتكون حركة بتاعتها بطيئة وكده. شوف مسك المكنة ازاي. الفيل غضبان مسك المكنة، بيلعب بالمكنة ازاي. مسك التوك توك، عامل من التوك توك فردك التوك توك. يعني المنطقة دي بتكون مرة خطر، المنطقة دي بتكون في الهند. حتى كمان الحافلات بالسوق بتكون الحافلة، يعني الأماكن دي بتكون مرة خطورة، خطورة تامة. مش أي حد برضو يمشي فيها. شوف عملت ايه شات اللي بتاعت فوق. الأسود تهاجم فرس النهر. شوف الأسود تهاجم فرس النهر، بتهاجمها والناس بيشاهدوه عين بعين. عايزين ايه موتور تهبوه. شوف الغزال، الراجل اللي عايز يفتن الغزالة. طبعا شفت بتاع اللي فوق راسها دي اللي خش في بني آدم ولا أي حاجة، ممكن طبعا له وفاء. شوف الأغنام يعني ايه بيتهاجموا بعض، بيتعاركوا. العربية بقى اتخشت يا لهوي. فتكتك فرس النهر برضو مرة خطرا على السيارات من الفيلة ورد فعل هذا. يا لهوي شوف بقى المنكار بتاع لولو تضرب على طول زي. الراجل طلع يجري طبعا من منظر، يعني ممكن يحصل له حاجة. دي برضو فرس النهر، شوف بيطلع يجري ورا واحد. دي بس دي معاه سلاح، لو حاول يقرب منه طبعا ايه ممكن ايه هيطف على طول. ده حاول يقرب منه او يجيله اذى. ضربة واحدة من قرنه كافية لتحطيم عظام الشخص. شوف اتنين، شوف اتنين بيجوا وراهم بالعربية. يبقى دي بقى المسكة واحد حيشوف في حتة ده ممكن ايه يموتوه لا قدر الله. يبدو كل شيء هادئ ولا ينافي. شوف بقى ده الفيديو، وجود تهديد من حيوانات برية للسيارة. بس في حيوان تحت الشجرة. واو قطيع جاموس بري. يعني شوف دي العربية قدامه اللي هيحصل. شوف القطيع كان في حد بيجي وراهم أسد ولا حاجة. دي قرودة. شوف القرود فكاكل عربيات. فكاكل عربيات. شوف القرد كبير جدين. يمكن التخلص حتى من هذه اللصوص الوقحة. يعني دي عاملة زي اللصوص على طول، يعني ممكن ناخد أي حاجة في العربية ومش على طول. دي حصان. فرتك العربية فرتكها. يصاب أحدا بأذى. فرتك العربية ازاي؟ طبعا دي تمساح. شوف التمساح شال اللي بتاع العربية اللي بتعرف تحمل كاوتش وكده، شوف شالها ازاي؟ كوزي فيزيت اشترك ناصر، ألف مشترك وضغط لايك ناصر، أكبر عدد لايكات ومع السلامة.